لما تيجي تتكلم تقول هو الزمالك حسم دوري ولا لا؟ لا، المفروض لسه يعني على بعد خطوه واحده بس، عنده مباراه امام الاتحاد السكندري، المباراه اللي جايه في حاله فوز نادي الزمالك خلاص اعلان بشكل رسمي ان هو بطل الدوري العام في واحده من اطول واصعب مواسم الكره المصريه. عايز اتكلم مع حضراتكم في اكتر يعني في كذا نقطه كده. مباراه امبارح اللي كانت مليانه بالتفاصيل، خصوصا الاثنين مدربين يعني اشتغلوا مع بعض، نونو الميدا كان تلميذ جيزوالدو فريرا، وطبعا ده كان في الولايه الاولى للزمالك او فريرا مع الزمالك. مباراه زي ما قلت لكم حسمها من بدري الزمالك بهدف مبكر ليه حسام عبد المجيد، بعد كده كان في فاركو حاول اكتر من مره، طبعا احمد الشريف حاول، شكري نجيب، تالق طبعا جيفرسون، ولكن قدر فريرا ان هو يقفل مفاتيح لعب فاركو تماما مع نهايه الشوط الاول. الشوط الثاني فرض الزمالك اسلوبه وسيطرته بالرغم ان اصحاب الارض كان ليهم اكتر من فرصه خطيره، ولكن ما قدروش ان هم يحققوا هدف منها، كان ابرزها يمكن عرضيه جابر كامل اللي انقذها عواد، وفي نفس الوقت طبعا برضو سيف الدين الجزيري كان ليه فرصه خطيره امام مرمى محمد صبحي. حاول نونو الميدا، حاول فاركو امبارح، ولكن الزمالك خرج بالنقطه اللي هو عايزها، هم الفوز امبارح والثلاث نقاط، وما زال يحافظ على صداره الدوري. طبعا يعني لما نيجي نتكلم عن نقاط في مباراه الزمالك وفاركو امبارح، زي ما كانت بتتكلم اميره عن نونو الميدا في مواجهه فريرا، ولكن كل التقدير لفريرا المدير الفني اللي انا بشوفه هو صفقه الموسم بالنسبه لنادي الزمالك، هو الصفقه الاهم، سواء بقى ايا كان لعيبه بتشوف لعيبه، والراجل جه في توقيت صعب جدا بيفوز بالكاس، بيقرب خلاص بنسبة 90% من حسم لقب الدوري وعنده لسه الكاس تاني. لا، الراجل هو صفقة الموسم بالنسبة لي. هتكلم عن جزئية تانية كمان وهي حسام عبد المجيد، وهي من اكتشافات برضو فريرا. ليه بدأت في فريرا؟ لأن أنا قبل ما أتكلم عن حسام عبد المجيد، الراجل هو اللي مطلع حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد لو جيت حسبتها وبصيت هتلاقي ست نقاط لنادي الزمالك تسبب فيهم حسام عبد المجيد. مباراة المقاولين العرب اللي حسمها بعرضية لزيزو سجل بيها هدف بثلاث نقاط، وكانت طبعا في استاد القاهره، دي اول ثلاث نقاط حققها حسام عبد المجيد لنادي الزمالك في مشوار الدوري المصري الممتاز. وامبارح امام فاركو نفس السيناريو، ولكن من الناحيه الثانيه زيزو برضو وحسام عبد المجيد بيسجل بثلاث نقاط ثانيه، فبتتكلم في ست نقاط حققهم حسام عبد المجيد الناشئ او الصاعد مع نادي الزمالك، فرقوا مع نادي الزمالك، وده اكتشافات فريرا. الزمالك يمكن مش افضل حال في اخر مباراتين لو بتتكلم، مش افضل حال بالنسبه له، وده طبيعي جدا بالنسبه لتلاحم ماتشات والضغط اللي حاصل على لعيبه نادي الزمالك، فطبيعي ان انت تشوف الفنيات مش افضل حال، حاجات البدني قل شويه، بس انت في الاخر هو عارف هو عايز ايه، انا عايز ثلاث نقاط من المباراه دي، بطلع بالثلاث نقاط عشان اكون بقرب من حسم لقب الدوري. تحيه وتقدير لفريرا المدير الفني اللي بشوفه عظيم وعبقري مع نادي الزمالك، عارف يعمل اللي هو عايزه وعارف ياخد اللي هو عايزه من اللعيب المصري، وعارف عقليه اللعيب المصري بيشتغل معاها ازاي، وشفنا اكتر من لاعب ظهر مع فريرا وتالق مع نادي الزمالك، وهيكونوا اكتشافات كمان للمواسم اللي جايه مع نادي الزمالك. خلاص زي ما قالت اميره، يمكن لسه الدوري ما اتحسمش بشكل رسمي، لكن بتتكلم في مباراه الاتحاد ثلاث نقاط يكونوا خلاص بيعلن رسميا الزمالك بطل الدوري.